دلوقتي جه ميعادنا مع الفقرة الخدمية. خلاص بقى انتوا حفظتوا ان احنا في كل حلقة بنقدم لكم فقرة خدمية عن خدمات موجودة على الأرض لازم حضراتكم تعرفوا عنها وتعرفوا ازاي تستفيدوا منها. والنهاردة هنستكمل ما بدأناه مع حضراتكم الأسبوع الماضي عن هيئة الرعاية الصحية، واللي عبارة عن ثلاث هيئات خاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل. عرضنا لحضراتكم الحلقة اللي فاتت طريقة تسجيل الناس في المنظومة دي ازاي وإيه المطلوب عشان التسجيل، وحتى طريقة تسجيل المنشآت الطبية وجهات اعتمادها، وشفنا أكيد مع بعض نموذج للبطل الجميل أدهم محمد البربري كنموذج للي بيتلقوا العلاج الكامل مهما كان تعقيده أو تكلفته، وطبعا ده كله كان بالمجان. تعالوا دلوقتي بقى نكمل مع حضراتكم هذه الفقرة الخدمية من محافظة بورسعيد. المستشفى هنا بتقدم خدمات متميزة جدا، نعتبر مستوى الثالث، معنا مستوى الثالث بنقدم خدمات خاصة تخصصية للأفرع اللي هي بتبقى مش موجودة في المستشفيات التانية. طبعا المستشفى العينية أطفال في الأساس، ولكن بتقدم خدمات أيضا للكبار. الخدمات عامة بتبقى خدمات القلب للكبار والأطفال، اللي هي عمليات القلب المفتوح للكبار والأطفال، والعمليات القسطرة للكبار والأطفال. والأسطرة الأطفال كانت تشمل تركيب الأجهزة الضرورية لإغلاق ثقوب القلب والعيوب الخلقية المركبة. بالنسبة بقى لأطقم طبعا الطبية عشان تقوم بهذه الخدمة، وبالذات الخدمة على المستوى الثالث اللي مستوى يبقى أكثر تقدما عن المستويات العادية، طبعا لازم الفريق اللي بشغال يبقى فريق مدرب جيدا وعلى مستوى عالي من الكفاءة، وكمان مش بس كده، كمان يبقى مطابق لمعايير الجودة على أحدث ما تكون. طبعا مستشفى الناصر تعتبر أول مستشفى خدت الاعتماد على مستوى مصر كلها المستشفيات الحكومية، وتابعة لمعايير الجهار اللي هي يعني تابعة لمعايير الأسكوا العالمية، وخدت الاعتماد 3 سنوات. يعني ده كان طبعا حاجة بالنسبة لنا كويسة جدا. طبعا التدريب ده أولا بيبقى فيه اختيار كفاءات معينة قد تكون كانت غائبة عن بورسعيد فترة طويلة وعن التأمين الصحي بشكل عام، بيتم التعاقد مع بعض التخصصات النادرة زي القلب المفتوح مثلا وجراحات تداخلية في القلب وجراحات الأورام والعظام وما إلى ذلك. كمان بيتم تدريب الأطقم الموجودة عشان تبقى على قدم المساواة مع هذه الخدمات. احنا هنا في هيئة الرعاية مسؤولين عن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ودي إدارة مستحدثة، فاحنا هنا كل دورنا ان احنا بنحول كل الإجراءات اللي كانت بتتم ورقية بيتم تحويلها رقميا. الإدارة بتتابع 3 محاور. المحور الأولاني هو تجهيز جميع المنشآت من البنية، الشبكات وأجهزة كمبيوتر وتابلتات، ونأسس المنشآت عشان تستقبل التطبيقات واستخدامها. المحور الثاني بيتضمن التطبيقات وجميع البرامج الإلكترونية اللي بيتعامل بيها الفريق الطبي والفريق الإداري. المحور الثالث بيتعاون مع استخراج القرارات واستخراج التقارير والإحصائيات الخاصة بالخدمات اللي بيتم تقديمها للمنتفع، ودي بيتم رصدها وجمعها وتقديمها لمتخذ القرار عشان يقدروا يدعموا ويحسنوا جودة وأداء الخدمات اللي بيتم تقديمها للمنتفعين. أول حاجة خالص اللي بتحصل للمنتفع أو المريض إنه يتقيم حالته الصحية في الأول خالص، وتبقى في الملف الطبي الإلكتروني بتاعه، وده طبعا إنجاز كبير جدا إن البيشنت يبقى عنده ملف طبي إلكتروني بيتم بيتحرك معاه في أي منشأة هو بيروحها. يعني لو المريض أخذ خدمة في الوحدة وتم إحالته إلكترونيا للمستشفى عشان يستكمل بقية خدماته، فالطبيب في المستشفى بيقدر يطلع على جميع الملف الطبي الإلكتروني وكل الإجراءات اللي أخذها في الوحدات اللي سبقت. احنا عندنا جميع التولز او الادوات اللي بتساعد المنتفع ان هو ياخد خدمته ونسهل عليه في الوحدات والمراكز. عندنا اداره ارضاء المنتفعين، دول بيتعاونوا مع المريض او المنتفع اللي عايز خدمه، يعني مش قادر يتواصل او عايز يتواصل بكول سنتر. في عندنا التعامل مع كبار السن، في مواعيد استثنائيه لكبار السن والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصه، بيحجزوا حاجه زي مواعيد اضافيه بيتم تيسيرها ليهم وتخصيصها ليهم بالحجز سواء بالكول سنتر او الموجود ممكن يساعدهم في ان هو يتواصل فعلا مع الكول سنتر عشان يسهل لهم يعني الاجراءات بتاعتهم. احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك هنا في فريق الدعم الفني، دول بيتعاملوا مباشر مع اي اعطال او اي حاجه ليها علاقه بالشبكات او الهاردوير او السوفت وير، وبيتم رفع طبعا بنشتغل على كذا ليفل. الليفل الاولاني بتاع التنفيذي تحت في فريق متدرب ومؤهل، فريق نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمنشآت كلها طبعا بيتعامل على الليفل التنفيذي، لو قابلتهم اي مشكله بيرفع لليفل اعلى اللي هو ليفل الاداره. عندنا قسم الدعم الفني وامن البيانات وسريتها، قابلتنا اي مشكله بنرفع للاداره العامه نظم المعلومات والتحول الرقمي في هيئه الرعايه الصحيه. احنا هنا بنقدم خدمه القسطره القلبيه العاديه لامراض الليستة
مستشفى القلبية للطوارئ لمريض الجلطة الحادة طول اليوم 24 ساعة طول أيام الأسبوع 7 أيام في الأسبوع. الموضوع ده قبل سنتين فاتوا ما كانش متاح عندنا في بورسعيد بصورة منتظمة وبصورة دورية، إن مريض الجلطة يتلحق على طول كان بياخد علاج دوائي تحفظي وبعد كده بتقرر له قسطرة كان بيعملها بعدين تبع التأمين القديم في أي محافظة تانية بره بورسعيد. دلوقتي الحمد لله الموضوع بقى عندنا متاح من ساعة حدوث الجلطة، المريض بيتحول على المستشفى عندنا بيتلحق على طول في أول ساعة ساعتين بيتعمل له القسطرة المطلوبة. في عندنا أوبشن إن إحنا بنصور دلوقتي القسطرة من جوه الأوعية الدموية، حاجة اسمها أيفوس، دي حاجة بتخلينا نشوف الشريان من جوه، بطنط الشريان، الضيق اللي فيه، قطر الشريان الصح عشان نحط دعامة بمقاس مظبوط بطول مظبوط، وده بقى أضمن برضو من ضمن التقنيات المتاحة عندنا اللي هي أكثر تقدمية وأكثر نفاذية، إن المريض اللي عنده تكلس مزمن في الشرايين. مرضى كتير كان بيقعدوا، وده حصل مع الكوفيد، ناس كتير قعدت في البيت خافت تنزل المستشفيات، حصل عندها إن الجلطات عملت قفل في الشرايين وده قلب بتكلس مزمن. المرضى دول لما يجوا لنا بعد سنة أو أكتر بنلاقي إن الشرايين بقى جواها تكلس، محتاج أكتر من الأسلاك القسطرة وأكتر من القساطر العادية، محتاج حاجة اسمها شنيور طبي اللي هو روتابليتور. دي عملنا بيها عندنا أكتر من 5 أو 6 مرضى، الحمد لله الست مرضى أمورهم كويسة. دي برضه تقنية أنا عايز أقول إن هي كانت أول مرة الجهاز دوت يتاح في مصر، كان من الأماكن القليلة، كان ثالث أو رابع مرة يتعمل في مصر روتا برو اللي هو الجيل الجديد كان عندنا هنا في التأمين الصحي. الحمد لله بقى عندنا دلوقتي بنقدر نعالج أمراض الشرايين وأمراض العضلة، والمرضى بتوعنا بقى كلهم الحمد لله يعني almost تقريبا ما فيش عيان بورسعيدي مريض قلب سواء كان شرايين او عضله قلب بيطلع بره المحافظه. كنت اول ما تعبت حسيت بتعب رحت اتصلت بمركز الصفوه، رحت هناك كشفوا عليا حولوني هنا لمستشفى النصر. مستشفى النصر هنا عملت لي بعض الاشعاعات اللي هي الصبغه ودوني بعض الادويه هنا، وبعدين لما شخصوا لي في الاخر خالص قالوا لي انت لازم تعمل قسطره. فانا القسطره ما فيش بقى ما يجيش يجي اسبوع اهو، جيت النهارده ان شاء الله عشان اعمل القسطره. ما فيش التامين هو بس بقى بيكون فيها يعني مثلا اشاعه ولا حاجه، لو هي ب 1000 جنيه بياخذوا مثلا 100 جنيه بياخذوا 10% بس ما بياخدش اكتر من كده. مرة تانية بنشكر كل القائمين على منظومة العمل، والحقيقة بنشكر برضو فريق عمل البرنامج ككل الحقيقة يعني على الجهد وإن هم قدموا لنا العرض الجميل ده. الحقيقة لما شفت الفقرة دي وحتى الأسبوع اللي فات كمان افتكرت فيلم كده أمريكي أدعوكم إنكم تشوفوه، والحاجات دي موجودة على اليوتيوب الحقيقة. فيلم اسمه جون كيو، ده فيلم أمريكي تم تقديمه سنة 2002 وبطولة دينزل واشنطن وإخراج نيك كازافاتس حاجة كده اسمه كده، بس هو المهم إنه بطولة دينزل واشنطن. يعني الخط الرئيسي للفيلم كان معاناة أحد عمال المصانع، ودي حاجة على فكرة نادرة في الأفلام الأمريكية إنهم يجيبوا مشكلة عن عمال عندهم مشكلة، لأن دايما في السينما الأمريكية بتعتمد على الإبهار وإن هم الحلم الأمريكي وهكذا. الفيلم كان بيدور حوالين أب بيفاجأ إن ابنه عنده مشكلة في القلب ولا تغطيه نفقات التأمين الصحي. يعني الفيلم الحقيقة فيلم ممتع جدا، وافتكرته على طول لما شفنا الخدمات اللي بتتقدم، وكمان افتكرت لما بنقعد احنا كفريق عمل بنشتغل على الحلقات حكينا كتير. يعني في منا من زملائنا وكده كانوا بيحكوا مثلا انه يعني احد زملائنا كان بيحكي ان ابنه ربنا يعافيه في المدرسة وقع في المدرسة، فيعني تطلب الامر ان هم ينقلوه مستشفى عشان يعملوا له اشعة على دراعه، وحصل فعلا الأشعة وحصل عملية وتثبيت شرايح وحاجات زي كده، وفي الآخر كل ده كان بدون أي مقابل، فاهمين قصدي؟ وده كان كله بس بأن الطفل ده طفل في المدرسة. دي حاجة حلوة قوي، يعني حاجة حلوة جدا. يعني النماذج اللي زي دي بتحسس الناس يعني إيه أمان ويعني إيه تقدير، يعني إيه فعلا إنه الدولة واخدة بالها من الأساسيات قوي وبتوفرها لكل الناس. طبعا كل الشكر وكل التقدير للقائمين على المنظومة دي.